في يوم الأحد بتوقيت المحلي قامت سفينة تايهو التابعة للدفعة 22 من تشكيلات سفن الحراسة والتي تنفذ حاليا مهام الحراسة في خليج عدن، قامت بتنفيذ الحراسة لأربع سفن أجنبية بشكل فردي، فيما أكملت تشكيلات الحراسة للقوات البحرية للدفعة 910 من مهام الحراسة للسفن الصينية والأجنبية. امتلكت التشكيلة في مياه محددة من غرب خليج عدن في يوم الجمعة الماضي، وقامت بمهمة الحراسة عبر مرافقة ومواصلة الدوريات والاستطلاع نهارا وليلة متوجهة من الغرب إلى الشرق. نهتم بتقوية الوعي الشامل للوقاية على نحو أكثر، وننتبه دائما ونعمل على رفع القدرة شاملة على تنفيذ المهام العسكرية على أساس مهام الحراسة، وذلك من أجل تنفيذ مهام الحراسة على نحو أفضل. في أثناء الرحلة استخدمت التشكيلة السبل متعددة أنواع من الاستطلاع سعيا إلى مواصلة متابعة الوضع لمختلف أحداث المحيطة، والفرق القاص وعناصر مجموعة مكافحة القرصنة في حالة تأهب قصوى وعلى استعداد تام للتعامل مع أقطار مفاجئة المختلفة. وبعد 3 أيام من الرحلة وصلت 4 سفن أجنبية إلى مياه شرقية من خليج عدن بالسلامة.